كيمستري لاب بترحب بيكم طلبه وطلاب الصف الاول الثانوي. دكتور ممدوح خليل برحب بيكم كلكم. ده اللي دخل التفاعل، بس هو هيدخل قد ايه من التفاعل او ادخل قد ايه من الووتر؟ 1.45. يبقى اللي هيتبقى من الووتر هعمل الرقم اللي هو مضمونه 1.45 ماينس 0.4. الرقم اللي هيطلع لي هو ده الامر اكتد ماس. 10 لتر اوف اوكسجين كونتين ذا سيم نمبر اوف مولز اند 10 لتر اوف هيدروجين هنا متساويين في البولي، هنا 10 لتر و 10 لتر ايكوال بولي خلاص؟ اوف ديفرنت جينز الاوكسجين والهيدروجين ليهم نفس عدد المولكيولز. ده الفرد اللي اختارته مين؟ الغدد. اذا الاجابه بتاعتي هتكون مولز بتاعت الامونيا 2 مول من الامونيا. هو بيقول لي كلهم صح، كلهم هيطلع، كلهم هيطلعوا صح ما عدا واحد. 2 مول من الامونيا مش دي الجواب بتاعي. طب ال 2 مول من الامونيا الناس بتاعتهم بكام؟ نعمل ال 2 نفتح براك 14 بلس 3 نقفل براك اللي يطلع لي 34 جرام. يبقى ثاني واحده صح، يبقى هنستبعدها. بيقول لي مين الغلط؟ ثالث واحده 16 جرام، لا يبقى 34 جرام بس 16 جرام. يبقى اذا الاجابه هتكون سي. وبكده بنكون خلصنا وقطعنا مشروط كبير جدا في المنهج بتاعنا. هنخلص الحصه اللي جايه ان شاء الله باذن الله يوم الاثنين، نرجوكم الاسبوع القادم. شكرا.